بتعرض لمؤامرة وكل ده كذب والناس بتغدر بيا. تصريحات مثيرة للفنانة دنيا بطمة بعد قرار حبسها، مش هتصدق اللي قالته. حالة من الجدل أثرتها الفنانة دنيا بطمة في الساعات اللي فاتت بعد تعليقها على أزمة حبسها بسبب علاقتها القضية المعروفة باسم حمزة مون بيبي. دنيا بطمة تم القبض عليها نهاية ديسمبر الماضي لتورطها مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساب فضائح للمشاهير باسم حمزة مون بيبي على سناب شات، واستهدفوا من خلاله فنانات مغربيات، والهدف من الحساب كان فتح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين، وتم إطلاق سراحها بعدها بأيام. لكن قضية حساب حمزة مون بيبي استمرت من فترة في المحاكم المغربية بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم، واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كتير من الأفراد والعامة، وكان بيتم الهجوم على عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بالمير، أحمد شوقي، نورة فتحي، ابتسام تسكت، طهرة، سعيدة شرف، الطبيب المثير للجدل دوك ساماند. ده غير كمان ان الحساب كان بيستهدف رجال قضاء واصحاب الملاهي ورجال الاعمال لهدف ابتزازهم. مش بس كده، لكن كمان ابتزاز رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، واللي قال ان واحد من المستثمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف حمزة مون بيبي. بعدها تحولت القضية لمحكمة الاستئناف في مراكش التي اصدرت حكما اضافيا بحبس دنيا بطمة 4 أشهر إلى جانب الحبس 8 أشهر تنفيذا لقرار المحكمة الابتدائية الذي صدر عام 2020 ليصبح المجموع سنة كاملة، ده بعد أن ثبت علاقتها بحساب حمزة مون بيبي. وفي نفس القضية قضت المحكمة بتأييد حبس ابتسام بطمة شقيقة الدنيا بالسجن لمدة سنة وكمان سنة ونص لمصممة الأزياء عائشة عياش. وفي الوقت ده قررت دنيا بطمة إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إحيائه في رأس السنة بأحد فنادق طنجة خوفا من حبس. لكن المفاجأة كانت في تصريحات دنيا في الساعات اللي فاتت، وقالت دنيا في تصريحاتها: أنا معرضة لمؤامرة كبيرة، ولكن الله فوق يشوف ويجيب لي حقي، ومش هقول التفاصيل بس كل شيء هينكشف، وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة. وعلقت دنيا على أزمتها الأخيرة وقالت: كذب وخبص وناس بتغدر بيا، الحمد لله ببكي لأني مش عارفة أعمل إيه، حاولت ما بكيش لكن ما قدرتش، أنا إنسانة أنا مش جمال، عمركم ما تيأسوا أو تقولوا إن دي آخر الحياة، امسحي دموعك وقفي وكملي طريقك، لأن عندك عائلتك وأنا دلوقتي ما عنديش إلا عائلتي. الفترة اللي فاتت اتصدرت دنيا محركات البحث بعد إجراءها أكتر من عملية تجميل، لدرجة إن المتابعين وصفوها بإنها بقت شبه الفضائيين. مش بس كده، لكن كمان غيرت ملامحها بالكامل، وقالت دنيا في تصريحاتها: الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وده دليل على محبة الناس. دنيا كان ليها كمان تصريحات مثيرة عن شيرين عبد الوهاب في أزمتها مع حسام حبيب، وقالت: شيرين فنانة محبوبة وكنت بتابع ألبوماتها وكنت أتمنى تكون إنسانة قوية وترجع لشغلها، لكن أنا ما أقدرش أعمل اللي هي عملته، أنا كرامتي فوق كل شيء إلا كرامتي.